نجم كبير كتب اسمه بأحرف من نور في عالم الساحرة المستديرة، إنه المونديالي مجدي طلبة، النجم السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأحد أفضل المحترفين المصريين الذين سطروا إنجازات وحققوا بطولات مع الفرق الأوروبية. طلبة صاحب المسيرة الطويلة في الملاعب المحلية والأوروبية ومشاركة مونديالية تاريخية مع جيل 90 بإيطاليا، ولد في 24 من فبراير عام 1964. بدأ مسيرته داخل جدران نادي الزمالك وقضى بين صفوف الفريق الأول 5 سنوات كانت كفيلة بتتويجه بالعديد من البطولات، أبرزها الدوري المصري مرتين وبطولة الأندية الإفريقية للأبطال مرتين والبطولة الأفرو أسيوية. وفي صيف عام 1989 وافق نادي الزمالك على رحيل طلبة للاحتراف بنادي باوك سالونيك اليوناني، ليصبح بذلك أول لاعب مصري وإفريقي يمثل كبير اليونان وصاحب الشعبية الجارفة. وبعد انتقاله لباوك كان مجدي طلبة أحد اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم 90، فمحمود الجوهري كان يعتمد عليه كورقة رابحة في المباريات. ويعد طلبة أول لاعب مصري يشارك في البطولات الأوروبية الكبرى عندما شارك مع باوك أمام إشبيلية الإسباني عام 1990، وظل داخل الفريق ليصبح أحد القادة ومعشوق الجماهير. حفلت مسيرة مجدي بالأرقام الإيجابية ضمن صفوف باوك، فشارك مع الفريق في 112 مباراة رسمية، منها 86 في الدوري اليوناني الممتاز و20 في كأس اليونان و6 مباريات في بطولة أوروبا. وسجل مجدي طلبة 12 هدفا في الدوري اليوناني و5 أهداف في كأس اليونان بقميص باوك. وفي عام 1994 قرر مجدي طلبة الرحيل عن باوك والانتقال إلى ليفسكي صوفيا البلغاري، ونجح في التتويج ببطولتي الدوري والكأس ليدخل التاريخ ويصبح أول مصري يحقق بطولة مع فريقه الأوروبي قبل أن يختتم مسيرته الاحترافية باللعب مع فريق فاماغوستا القبرصي، وشارك معه في البطولة الأوروبية ليقرر بعدها العودة مرة أخرى إلى مصر عن طريق النادي الأهلي. فرض طلبة شخصيته وكان أحد أبرز لاعبي النادي الأهلي في منتصف التسعينات، وتوج بالدوري 3 مرات وبالبطولة العربية والسوبر العربي مرتين، وشكل ثلاثيا قويا مع التوأم حسام وإبراهيم حسن بعدما لعب هذا الثلاثي أيضا في صفوف باوك بانضمام التوأم لموسم وحيد في 90-91. لعب مجدي طلبة للأهلي في الفترة من عام 1995 حتى عام 1998 قبل أن ينتقل إلى صفوف الإسماعيلي الذي اعتزل بقميصه عام 1999، ليصبح أحد اللاعبين القلائل الذين مثلوا الأهلي والزمالك والإسماعيلي خلال رحلتهم في المستطيل الأخضر.